معي من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي، مستشار الإعلامي لفصائل الجيش الحر في الشمال السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا. بالنسبة للموضوع الإنساني تحديدا والممرات الآمنة التي تحدثت عنها روسيا لإدخال مساعدات على الأقل إنسانية، هل تؤكد لنا من عندك ماذا يمكن أن تضيف فيما يتعلق بما ذكرناه بأنه لم يحدث شيء من هذا القبيل؟ نعم، مساء الخير لك من سوريا المشاهدين. بداية، الغارات الروسية لم تتوقف لا عن مدينة حلب ولا عن ريفها. طبعا الغارات الروسية كانت مكثفة جدا، نتحدث عن القنابل المحمولة بالمظلات أو الصواريخ المحمولة بالمظلات التي استهدفت غارة عزة الأمس، 11 شهيد تم توثيقهم جراء هذه الغارات الجوية الروسية. بالنسبة طبعا الممرات الإنسانية التي دعت روسيا أنها ترعاها، طبعا هذه الممرات ليست لإدخال مساعدات إنسانية، إنما للتغيير الديموغرافي وإخراج المدنيين من مدينة حلب إلى خارجها إلى الشمال السوري. بغي طبعا تغيير سكان المدينة، نتحدث عن أكثر من 400 ألف محاصر. كان الأولى على روسيا أولا أن تسمح بخروج الجرحى من المناطق المحاصرة. لدينا أكثر من 400 جريح في النقاط الطبية يفتقدون لأبسط أدوات الطبابة كمسكنات الآلام والشاش وغيرها في ظل فترة الحصار الطويلة. إضافة إلى ذلك إن روسيا لم توفر المشافي الطبية والنقاط الطبية داخل المدينة. الهدنة التي تتحدث عنها روسيا أو الكريملين الذي يقول أنه ملتزم بالوعود التي قدمها، الوعود التي قدمها للنظام حقيقة أنه سيقوم باستهداف المنشآت الحيوية، البنية التحتية في مدينة حلب وأيضا في شمال سوريا بشكل عام. طيب، لم يتوقف القصف الروسي إذن وغير ملتزمة، بالتالي غير ملتزمة بالهدنة، ولم يتم إدخال أي مساعدات إنسانية أيضا؟ لم تدخل أي شاحنة مساعدات إنسانية إلى داخل المدينة. كان شرط روسيا الوحيد هو إخراج المدنيين والمسلحين من داخل المدينة كما عنت روسيا، ولكن لم ينص الاتفاق على إدخال أي مساعدات أو حتى طبابة. كان طبعا هناك مناشدات من فرق طبعا الطبابة داخل المدينة بالسماح بإدخال الشاحنات المتمركزة على أطراف مدينة حلب التي تحمل المواد الطبية من أجل النقاط الطبية والجرحى المدنيين داخل المدينة. نعم. إلا أن قوات النظام المتمركزة على طريق الكاستيلو أو حتى الموجودة بمنطقة طريق الراموسة رفضت رفضا تاما إدخال هذه المساعدات. وفريق ديمسكورة يعلم طبعا أن قوات النظام لم تعطي أي تصريحات. وهناك طبعا الأوتشا في وقت سابق كانت قد صرحت وتسربت أنها أرسلت رسالة إلى دمستورة أنه ضمن طبعا نص 5412 ضمن الأمم المتحدة. طيب، خلينا نستفيد إبراهيم من وجودك معنا بسياق التطورات فيما يتعلق إذا هذا كان فيما يتعلق بالتصريحات الروسية وأنه الوضع مختلف جدا على الأرض. بالنسبة للكيماوي، نتحدث عن حالات اختناق بخان العسل اليوم، هل يمكن أن نتحدث باختصار عن أماكن استهداف الكيماوي بريف حلب؟ نعم، نتحدث اليوم طبعا على منتصف الليل البارحه عفوا، كان هناك برميلين متفجرين يحملان غاز الكلور السام القي على المدنيين بمنطقه خان العسل. قبله طبعا كان هناك برميل القي على منطقه حلب الجديده تسبب باصابه بعض المدنيين واختناقه. كانت ايضا الرياح الغربيه انتقلت واستهدفت ايضا قوات النظام في المدفعيه. كان ايضا هناك برميل ألقي أيضا على منطقة 3000 شقة، وأيضا برميل ألقي على منطقة ضاحية الأسد. كانت هناك الفيديوهات التي خرجت من منطقة ضاحية الأسد وأيضا من حلب الجديدة تثبت استخدام قوات النظام للطيران الحربي الذي يحمل البراميل التي تحوي غاز الكلور السام الذي يلقى على المدنيين. آخرها كان خان عسل 32. طبعا كما تمصلت روسيا من مجزرة حاس، سيتمصل قوات النظام ويقول أننا لم نلقي هذه الغازات. أنا أشكرك، انتهى وقتنا. من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي، مستشار الإعلامي لفصائل الجيش الحر في الشمال السوري، شكرا لك إبراهيم.